بأصوات موحدة يهتف عمال مؤسسة المياه والصرف الصحي بالعاصمة المؤقتة عدن بحقوقهم، يقفون هنا للمطالبة بما قالوا إنها حقوقهم المشروعة المتوقفة منذ عامين من قبل مدير المنشأة. المطالب اللي نحن نطالب فيها في بعض مرافق مثل المصافي مثل الكهرباء، أعطوا لهم مستحقاتهم بأثر رجعي. نحن الفترة الآن فترة 9 أشهر بدون علاوات. طالب بالتأمين الصحي الشامل، لأنه أي واحد مننا ولا من أبنائنا يمرض ولا حاجة يعني يدخل في متاهة، من فين حق الدواء، من فين حق هذا، ونحن نطالب أسوة بالمرافق الباقية. فقدان الثقة بينهم وبين المسؤولين الذين يتعاملون معهم بطريقة تعسفية، حيث يقومون باستدعاء القوات الأمنية لحمايتهم كلما فكر الموظفون الخوض في صف مطالبهم. اتهم العمال بالسرقة، الخاتم والخاتم موجود معه، صلى علينا بلاغات ويرسل لنا أطقم من الحزام الأمني، كأنه أصبح يعني الحزام الأمني تبعه. بعد إن كانت المطالب مشروعة بالحصول على حقوقهم قبل 3 أسابيع من الآن، تحول مطلبهم الوحيد هو إقالة المدراء الذين يمارسون عليهم الضغط وعمليات الإقصاء عبر أعمال غير قانونية، كتوقيف بعض العمال واستبدالهم بمتقاعدين غير أكفاء. من تزاحمهم أمام البوابة وإصدار بيان بتصعيد الاحتجاج إلى إضراب عام وإغلاق أبواب المؤسسة، يطالب العاملين أيضا من الحكومة متمثلة برئيس مجلس الوزراء ومحافظ عدن ووزير المياه بتشكيل لجنة للتحقيق لما قام به المسؤولين من تصرفات تعسفية وبلاغات كاذبة بحقهم. بعد التقاعس المفرط عن التجاوب مع المطالب المشروعة كما يدعون هؤلاء الموظفين، ها هم اليوم يقفون بهتاف جديد، ألا وهو المطالبة برحيل مدير مؤسسة المياه. مروة السيد، قناة بلقيس، عدن.